لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره: فلما قال قوم مريم لها كيف نكلم من كان في المهد صبيا وظنوا أن ذلك منها استهزاء بهم، قال عيسى لهم متكلما عن أمه: إني عبد الله آتاني الكتاب. وكانوا حين أشارت لهم إلى عيسى فيما ذكر عنهم غضبوا. عن السدي قال: لما أشارت لهم إلى عيسى غضبوا وقالوا: لسخرياتها بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ عن وهب بن نبه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأجابهم عيسى عنها فقال لهم: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الآيات. قال ابن زيد في قوله: قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال لهم: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فقرأ حتى بلغ: ولم يجعلني جبارا شقيا، فقالوا: إن هذا لأمر عظيم. قال الضحاك: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. لم يتكلم عيسى إلا عند ذلك حين قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قول آتاني الكتاب، يقول القائل: أو آتاه الكتاب والوحي قبل أن يخلق في بطن أمه؟ فإن معنى ذلك بخلاف ما يظن، وإنما معناه: وقضى يوم قضى أمور خلقه إلي أن يؤتيني الكتاب. عن أكرمة قال: قضى أن يؤتيني الكتاب فيما مضى. يبقى آتاني الكتاب كتب أنه سيؤتيني، كتب أنه آتاني فيما مضى، ولكن إنما كان بعد أن كبر. عن أكرمة في قوله: إني عبد الله آتاني الكتاب، قال: قضى أن يؤتيني الكتاب. جعلني نبيا، قال مجاهد: قال النبي وحده الذي يكلم وينزل عليه الوحي ولا يرسل. وجعلني مباركا أينما كنت. قال: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معناه: وجعلني نفاعا. عن مجاهد: وجعلني مباركا، قال نفاعا. وقال آخرون: كانت بركته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن وهيب ابن الورد مولى بني مخزوم قال: لقي عالم عالما لما هو فوقه في العلم، فقال له: يرحمك الله، ما الذي أعلن من علمي؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده.
قد اجتمع الفقهاء على قول الله وجعلني مباركا أينما كنت. قيل وما بركته؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان. وقال آخرون معنى ذلك جعلني معلم الخير. عن سفيان وجعلني مباركا أينما كنت قال معلما للخير. عن مجاهد قال معلما للخير حيثما كنت. كلها أقوال صحيحة لا تعرض بينها، بعضها داخل في بعض. وأوصاني بالصلاة والزكاة. يقول وقضى أن يوصيني بالصلاة والزكاة، يعني المحافظة على حدود الصلاة وإقامتها على ما فرضها علي. وفي الزكاة معنيان، أحدهما زكاة الأموال أن يؤديها، والآخر تطهير الجسد من دنس الذنوب، فيكون معناه أوصاني بترك الذنوب واجتناب المعاصي، هو تزكية الروح والقلب. ما دمت حيا، يقول ما كنت حيا في الدنيا مولودا، وهذا يبين أن معنى الزكاة في هذا الموضع تطهير البدن من الذنوب، لأن الذي يوصف به عيسى صلوات الله وسلامه عليه أنه كان لا يدخر شيئا لغد، فتجب عليه زكاة المال. إلا أن تكون الزكاة التي كانت فرضت عليه الصدقة بكل ما فضل عن قوته، فيكون ذلك وجها صحيحا. لكننا نحتاج أولا لإثبات أن عيسى كان لا يدخر شيئا لغد، فليس موجودا في الكتاب ولا في السنة. وبرا بوالدتي، يقول تعالى ذكر مخبرا عن قيل عيسى للقوم وجعلني مباركا وبرا، أي جعلني برا بوالدتي. والبر هو البار، يقال بر بوالده، هو بر بوالده وبار به. وبفتح الباء قرأت هذا الحرف قراء الأمصار. وبر. وعن أبي نهيك أنه قرأ وبرا بوالدتي. قال نهيك أوصاني بالصلاة والزكاة والبر بوالدتي كما أوصاني بذلك. ولم يجعلني جبارا شقيا، يقول ولم يجعلني مستكبرا على الله فيما أمرني به ونهاني عنه شقيا، ولكن ذللني لطاعته وجعلني متواضعا. عن قتادة ذكر لنا أنه يعني عيسى كان يقول سلوني فإن قلبي لين وإني صغير في نفسي، مما أعطاه الله من التواضع. عن قتادة قال ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص في آيات سلطه الله عليهم وأذن له فيهن، فقالت طوبى للبطن الذي حملك والثدي الذي أرضعت به. فقال نبي الله ابن مريم يجيبها طوبى لمن تلا كتاب الله واتبع ما فيه ولم يكن جبارا شقيا. ده مش آية، هو بيقول طوبى لمن، طوبى لمن تلا كتاب الله واتبع ما فيه ولم يكن جبارا شقيا. مشكلتهم في بتاعين يحطوا المصحف وخلاص. عن عبد الله بن واخد أبي رجاء عن بعض أهل العلم قال لا تجد عاقا إلا وجدته جبارا شقيا. ثم قرأ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.
قال ولا تلد سيء الملكة إلا ولدته مختالا فخورا. ثم قرأ وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سيء الملك يعني سيء المعاملة مع المماليك، من تحته يذل الناس اللي بتعامل تحت يكون فوقهم. سيء الملكة يعني سيء التعامل مع المماليك أو مع من هم تحته، يعني بقى اللي المفروض يكونوا أحرار أحسن من المماليك، تلاقي في ناس اللي ربنا سلطه عليه يقعد يقرفهم ويذلهم ليل ونهار. هذا مختلف فخور. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يقول والأمنة من الله علي من الشيطان وجنده. يوم ولدت أن ينالوا مني ما ينالون ممن يولد عند الولادة من الطعن فيه، ويوم أموت من هول المطلع، ويوم أبعث حيا يوم القيامة أن ينالني الفزع الذي ينال الناس بمعاينتهم أهوال ذلك اليوم. عن وهب المنبه: السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال يخبرهم في قصة خبره عن نفسه أنه لا أب له وأنه سيموت ثم يبعث حيا. يقول الله تبارك وتعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يختلف. قل حول هذا استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.